اهلا بكم. وادي العقله اللي كان عليها المشكله قبل كده، الحمد لله ربنا كرم، وهي كده طبعا ما جدرتش، هي كده داخله على الشهر او داخله على 3 اسابيع لسه ما جدرتش، ولكن ده مبشر لطيف جدا. النمو الطرفيه دي مهم جدا نعرف قصتها، ان هي طلعت الاول طلعت توت، فكان لازم ان احنا نتخلص من التوت، لو ما تخلصتش من التوت العقله دي كلها ماتت طبيعي، يعني من غير اي كلام، ما فيهاش جذور ويا دوبك فيها المنبت او الحيل الابتدائي، فلو سبت التوت العقله دي ماتت. فشلنا التوت، ابتدت تطلع اهو نمو خضريه او ورقيه، بس لاحظت ان فيها برضو بعض التوت لسه موجود اهو، فده كمان نتخلص منه كده بس بالراحة، علشان ما تلاقيش كل النموات دي اتقطمت منك، يعني فانت كده تبقى ايه عقمت العين دي، على ما تطلع بقى تحضر تاني وتطلع، او على ما تطلع من هنا او على ما تطلع من هنا هتقعد هتلاقي الشتلة دي تنحت لك 3 4 شهور يعني. طيب هنعمل ايه بقى في الفترة دي؟ عندك حاجتين مهمين جدا. الحاجة الاولانية ننظم الري اكتر من كده شوية، يعني ايه؟ يعني لو بصيت عندي في الري هنا هتلاقي ان التربة لو ضغطت عليها ماسكه نفسها، بس مش ماسكه نفسها، يعني فيها رطوبه وما فيهاش رطوبه، تمام؟ يعني مش هنروي عمال على بطال، وفي نفس الوقت مش هنعطش تماما. واول ما تبتدي تنشف بنرش سطح التربه، انا عايز التربه تفضل فيها محتوى رطوبي بس مش ميه، مش عايز يبقى فيها ميه، ده مهم جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو قدرت ان احنا نعمل سماد الخميره هيبقى حلو جدا ان احنا نروي او نرش بيه. ليه بقول نرش بيه؟ علشان احنا لسه بنقول هنظبط الري ومش عايزين ري، فلو رشينا بسماد الخميره هيبقى ممتاز جدا الفتره دي. نبعد عن كل انواع الاسمده الا الخميره، ما تسمدش خالص، ولا بشاي كومبوست مخفف، ولا بسماد رز، ولا بسماد معرفش ايه، ولا حتى بمنقوع اوراق الاشجار، ولا اي نوع من انواع الاسمده الفتره دي ولمده 3 شهور من النهارده. الشتله دي انا عايز تطلع ورق من هنا، متوقع ليها ان هي هتطلع من هنا كمان هنا اهو، بس العين مش منفخه قوي، فممكن تلاقي طلعت من تحت هنا اهو ابتدت تنفخ. والله لو طلعت من تحت هنسيبها، وكمان احنا ممكن اصلا نقص دي لو لقينا العيون اللي في الساق الرئيسيه تطلع من هنا عينين مثلا، يعني العين دي لو حضرت والعين دي لو حضرت ممكن نقص الفرع ده ونبتدي نربي الشجره تربيه سليمه حسب الشكل اللي احنا عايزينه. طيب الشمس زي ما هي شايفه، مش هتشوف شمس برضو لمده شهر قدام لحد ما اتاكد ان في جذور طلعت تستحمل. طب ليه لمده شهر؟ عشان احنا دلوقتي في اول 10 نبقى اول 11، الشمس اصلا هتبقى مكسوره وضعيفه، فلما تشوف شمس ان شاء الله 3 4 ساعات مش هيحصل لها حاجه، بل بالعكس هيكون افضل لها بكتير قوي. يبقى احنا هنشوف شمس، بس دلوقتي لو بتشوف ساعه ساعتين بكتير قوي يكون الصبح مش الساعه 12. تمام، ما اختلفناش 100 100. ما شافتش الشمس مش مهم يا عم، هتسرق ولا مش هتسرق؟ ما بتسرولش دي بالطريقه اللي احنا متخيلينها، ما بتسرولش الا لو في ضلمه، لكن احنا مش في ضلمه، احنا هنبقى شايفين شمس ولكن جنب الشمس اللي هو نور ربنا مش شمس مباشر. وهنا بعد 3 ايام التربه ناشفه، وحطيت عليها شويه رمل كمان من فوق اهي، بوزن الدنيا، ناشف كله ناشف ناشف. اهو باين مكان هنا، اهو باين جدا اهو، بعد ما قطعت النموات الثمريه او التوت اللي كان هينبت ويطلع، ابتدى يطلع ساقه واضح جدا اهو باوراق، ادي اهو ورقه اهو، اهو باينه جدا اهي. طيب هل في اي عيون تانية حضرت؟ تعال نبص كده ونمشي نفسنا عليها. هنا ابتدت تحضر خفيف، ابتدت تحضر، بس لسه دي يعني التحضير ده ضعيف جدا، يعني ممكن ما يطلعش دلوقتي خالص، ممكن يطلع بعد 4 5 شهور.
ابتدت تحضر من تحت، لكن برضو نفس القصة. واعتقد في كل العيون هيبقى نفس الايه الموال. لا دي لسه عليها كتير جدا. دي تحضيرة شبه ممكن نقول ان دي انشطهم، دي انشط تحضيرة فيهم. لكن كده ولا كده احنا مش محتاجين اي تحضيرات تانية، يعني كفاية قوي عليا ان دي تطلع وتبتدي تشتغل. انا بالنسبة لي مش مشكلة. حد يقول لي طب الشكل هيبقى وحش، لا مش هيبقى وحش ولا حاجة. لما بقيت العيون تبتدي تحضر ممكن ساعتها تختزل او تطوش الفرع ده كله يعني، وان ما طوشتوش مش هتفرق خالص معايا، ده هيطلع زي الفل. واحد يقول لك دلوقتي اقطعه وساعتها هتحفز الساق الرئيسي انها تطلع نموات جانبية، انا رأيي الشخصي مش دلوقتي خالص. الساق لسه ما اديناش انديكيشن او ما اديناش الاثبات ان هو الجذور بتاعته نمت بشكل طبيعي. امتى اعمل الحركة دي؟ لما الاقي الساق عايش والنموات دي بتتفرع وتشد والكلام ده كله، كمان 6 شهور او كمان على الربيع الجاي ولا حاجة ابتدي اعمل الحركة دي. على الاقل لما الاقي عين من هنا حضرت اقدر ان انا اقطع واقطع وابتدي اربي الشجرة او الشتلة بهذا الشكل. شخصيا انا كخالد مش هعمل الموضوع ده خالص. وهنشوف بقى على بداية الربيع بقى ان شاء الله الشتلة دي هي كده بامر الله بامر الله كده يعني تمام النجاح بتاع العقلة دي اللي تعبتنا واللي كانت فشل نسبي في الترقيد الهوائي، ولكن قدرنا ان احنا برضو ايه نلحقها. هنشوفها مع بعض على الربيع الجاي كده هيبقى مستواها ايه بعد ما ايه نعمل معاها المعاملات الشتوية او الخدمة الشتوية بتاعت الايه الشتلات والاشجار. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.